أطلقت مصالح والحماية المدنية ومديرية الشؤون الدينية بولاية الجلفة عبر المساجد حملات تحسيسية حول خطورة الوديان، وجهت في المقام الأول إلى الأولياء. وتأتي هذه الحملات بعد وفاة 4 أطفال بولاية الجلفة في أقل من أسبوع. نتابع التصريحات. نشكر جميع الهيئات التي قامت بهذا التوعية التحسيسية من أجل مخاطر هذه الفيضانات والتي تسببت في قتل أبنائنا. نشكرهم جزيل الشكر على هذه التعليمات والتوجيهات من طرف الحماية المدنية ومشايخ المساجد. بالحقيقة هي دعم للأبناء ودعم للأولياء لتفادي هذه الكوارث الطبيعية وتربية أبنائهم أحسن تربية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع أما استرعى حفظ أم ضيع. وبمعنى الحديث في صيغة أخرى: كلكم مسؤول وكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. وكذلك بالمناسبة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجميع إن شاء الله، وأن يحفظ أبناءنا وبناتنا، وأن يحفظ الجزائر إن شاء الله. النصائح التي أعطيتها من حماية مدنية، فنشكركم جميعا.